مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامج ابحارهم في المتوسط عبر قناة الجي ان ان. مثل كل اسبوع بنطلع عليكم بحلقة جديدة وموضوع جديد. حلقتنا لليوم ونتيجة النقاش الكتير كبير اللي عم بيصير بلبنان حول ملف وقانون الانتخاب، بسرني وبشرفني انه استضيف المحامي الاستاذ فادي بركات، وهو ناشط في الحقل السياسي والحقل النقابي، تحديدا في نقابة المحامين. تنضوي اكثر ونحاول نستفسر اكثر حول موضوع قانون الانتخاب. شو هي الحلول المطروحة؟ هل سنبقى على قانون الستين؟ هل رايحين على قوانين تانية بهذا الموضوع؟ أهلا وسهلا فيك أستاذ فادي بحلقتنا لليوم. أهلا وسهلا فيك وشكرا. صديق قديم، ولكن اليوم بدك تسمح لي، بدنا نحط الصداقة على جنب وبدنا نحاول قد ما فينا ما تقول لي هيدا السؤال، ما بدنا نحاول نضوي على المشاهدين ونعطيهم كل المعلومات اللي هن عم يسألوها وما عم يقدروا يلاقوا أجوبة عليها. أهمية كل حلقة إن كانت تلفزيونية أو غير تلفزيونية، أهمية كل لقاء هو التجرد. إذا بدك تعمل المسايرة بأي كلام معناتها أنت منك عم تحكي الحقيقة، وهذا شيء اللي بلشيني منيح لك يعني. بلشيني منيح كثير. لا خلينا نفوت هلا، كنا عم هيك عم نحاول نعطي جو تفاؤلي بالحلقة. في نقاش كتير كبير حول قانون الانتخاب أستاذ فادي، وبلش النقاش قبل انتخابات الرئيس الجمهورية وبخطاب القسم لفخامة الرئيس، شدد على موضوع قانون الانتخاب. من يومين سمعنا كلام كتير واضح لفخامة الرئيس عم بيقول فيه أنه ما لح نروح إلا على قانون انتخاب جديد. كل الأفرقاء السياسيين بيحكوا بالعلن على قانون انتخاب، ولكن بالسر هن ملتزمين بقانون الستين حفاظا على وضعهم الانتخابي وكتلهم النيابية اللي بيعتبروا أي قانون تاني ممكن يخسرهم بعض النواب. برأيك أستاذ فادي، هل نحن أولا رايحين على انتخابات بأيار 2017؟ قبل ما نفوت إذا رايحين أم لا، خلينا نحط القانون بشكل عام بإطار بالإطار تبعه. تفضل. أي قانون شو ما كان نوعه، وخاصة قانون الانتخاب، هو ما بيبقى بكل تجرد ضمن الطابع القانوني والسياسي البحت، إنما القانون الانتخابي بيبقى بينطرح لاي أطر كتير مهمة، هي الأطر القيمية وهي الأطر الاجتماعية، الأطر الاقتصادية يلي هي بتأثر على بيأثر عليها القانون الانتخاب. يعني مش مسموح أنه ناخد القانون الانتخابي بس أنه هذا قانون، مجرد قانون، ومن دون ما ناخد الأطر الباقية. إذا كان عندنا قانون انتخابي بيحمي المحاصصة الطائفية، بيطلع بالمقابل عندنا مجلس نواب محاصصة طائفية، إذا في قانون بيحمي الطائفة بيجي الطائفة بيطلع مجلس نواب طائفي، إذا قانون جيد بيطلع منه مجتمع جيد وبتكون العلاقة بين البشر جيدة. لهالسبب مش مسموح انه نركز على القانون من خلال ما نحن بنستفيد منه كمجموعات، اذا كنا مجموعه هالطائفي او هالمذهب او هاي المنطقه. اما القانون لازم يكون فيه قبل كل شيء عداله. تيكون فيه عداله يعني كل الشرائح المجتمع لازم تكون متمثله وبتقدر تشارك بالعمل التشريعي والعمل الحكم بالبلد. نعم. يعني بتقلي شو هو القانون العادل؟ هون السؤال. أنا قبل ما نوصل ما هو القانون العادل، أنا بدي أسألك أستاذ فادي، كيف يمكن أن نجمع بين عدالة القانون والأطر الاقتصادية والاجتماعية اللي سبق وحكيت عنها بداية الحلقة؟ يعني اعتبرت أنه القانون الانتخابي إذا ما أخذ بمعيار الأطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بيطلع قانون ما بيعطي تمثيل صحيح. إذا قانون طائفي بيطلع مجلس نواب طائفي،
العدالة، ورجعت حكيت عن العدالة، كيف يمكن المزج بين العدالة والأطر؟ ما هو ما هو لما بيكون قانون عادل معناتها بينمي الحياة الاجتماعية وبينمي الارتياح الاجتماعي، أنه ما في حدا مهمش في هالمجتمع. لما بيكون في انماء اجتماعي، انماء حضاري، انماء قيمي، بيكون الاقتصاد في ارتياح والاقتصاد بينما. بس لما بيكون في خوف على الوجود من خلال القانون الانتخابي، يعني لما بتجي في قانون بيعطي غلبة لفريق ويطحن فريق آخر، معناتها هالفريق الآخر صار معزول عن المجتمع اللي عايش فيه، معناتها أنه ما رح يكون متأقلم مع هالمجتمع، معناتها هالمجتمع يعني فقد جزء منه من حياته الاجتماعية. هسبع عم أقول العدالة لما بيكون في قانون بيشعر كل مواطن فيه من خلاله أنه هو موجود على هالرقعة الأرضية وبهالوطن يلي ليش بنقول وطن؟ الوطن يعني هي شو معنيت وطن؟ ما زال نفتح الوطن، هي مؤلف من ثلاث عناصر: أرض وشعب وسيادة. هالسيادة الأرض معروفة والشعب محدد بيبقى فيها السيادة. إذا هالسيادة منا موجودة وما بتنوجد إلا أنه إذا كانت كل الشعب هو عم بيمارس هالسيادة، إذا منا موجودة هالسيادة معناتها أنه هالوطن مهدد. ومن هون بقول أنه العدالة بتلي ما هو أفضل قانون يمثل برأيك العدالة؟ ما في شيء اسمه أفضل قانون، بقلك أنه المطلق بالحياة البشرية مش موجود. نعم. بس طبعا كله نسبة كله نسبة ريلاتيف. هلا اذا بدنا ناخذ نفصل بعض القوانين اللي محطوطه، من تنبلش بقانون 60. تفضل. قانون 60 كان بفتره من الفترات كان شيء مهم. ليه؟ لانه انتقل من قانون يعني لمن من 2008 اللي من صار فيه مطالبة بالقانون 60 مع بعض التعديلات، اعتبر البعض انه هيدا شيء مهم. لا، لانه نقل من محل لمحل، يعني كان اسوأ بكتير من وقتها. بال 2008 اعطي لكل قضاء امكانية انتخاب لذاته، مش معاد مثل المحل بالسابق كانت محافظة بأمة ابوها يجي ينتخبوا فيها، اذا حزبين او حزب لاقت المنطقه يعني خلاص كل الباقي راح معز. هلا انا 60 ما عاد ماشي، لانه خلص ما في تطور وما عاد امكانيات. لا، لانه كمان بيجعل في غلبه، لا في غالب ومغلوب. الغالب ومغلوب بمعنى سحق، مش انه غالب ومغلوب بشيء بأطر إنسانية وحقوقية. لا، انه في 50 بيغلب 49 او 51 بيغلب 49، يعني 49 راحوا. هلا انطرح مواضيع كتير، انطرح النسبية. قانون النسبي قبل ما نفوت، يمكن بنفوت بالقانون الأرثوذكسي والقانون المختلط وكل، بس خلينا نفوت بالخيارين الأكثر شيء ونرجع بنفوت على هوديك. القانون النسبي هيدا قانون ابتدأ بالقرن التاسع عشر، منتصف القرن التاسع عشر بأوروبا. وكان في أحد الفلاسفة عطى هالفكرة وأخذت رواج كتير كبير بالمدى، وبلشت مع الوقت تتطور. بمعنى انه اذا كان في 30% فريق و 70% فريق اخر، هال 70% بتمثلوا بسبعة والفريق 30% بتمثل بثلاثة، يعني الكل موجودين بهال يعني بتختلف القواعد كثيرة. إذا في الصوت المفضل أو شيء، ما رمانا عم نعمل درس أكاديمي هالأني، بس إنه النسبية بتعطي دور لكل فريق شو ما كانت أهميته. طبعا إذا كان بمثل حسب القانون، إذا كان بمثل الفريق 10% يمكن القانون ما بيسمح، يمكن يكون برقم معين 15% من المقترعين او الى اخره، تكون له حق له امكانيه انه يتمثل بنايب او اكثر. فهذا قانون النسبيه. في الاشكاليه اللي عندنا اياه بلبنان، انه في هذا قانون النسبيه يطبقوا على
على عدة مذاهب، على عدة مناطق، يمكن يكون في صعوبة بتنفيذه، يمكن يكون في خلل بتنفيذه. هالسبب المطالبة السليمة والأسلم إذا بدنا نقول هو القانون النسبي خارج القائد الطائفي. إذا بتعمل قانون نسبي خارج القائد الطائفي، يعني يمكن في ناس تنكون كتير صريحين، يمكن في ناس مسيحيين بيقول لك هي نحن يمكن أقلية ما عادش فينا نقدر نعمل، هداك المسلم بيقول لك السني أقل أو الشيعة أقل، يعني بتاخد هالمنحة المذهب الصغير. أنا برأيي بس لما بتعمل قانون نسبي على كامل مساحة الوطن خارج القائد الطائفي، هون بترد الإنسان لإنسانيته، بتطلعه من مذهبيته الضيقة، بتطلعه من طائفيته الضيقة، أنه أنا معي خيار، أنا معي قانون حضاري كبير، أنا صرت عندي الإمكانية أنه أختار الإنسان الأنسب، وبالنتيجة بدي أختار الإنسان الأنسب لأنه عاطيني الخيار. لما بتلزم واحد بشيء، ولكن هل المجتمع اللبناني اليوم اللي بتقلي متحضر أو أنه متحضر؟ لا، قبل أكيد مجتمعنا اللبناني متحضر دون شك، ولكن سؤال استفسادي، هل المجتمع اللبناني اللي مقسوم طائفيا اليوم دون شك، يعني كل المجتمعات اللبنانية على اختلاف انتماءاتها والتزاماتها الحزبية تعود دائما إلى طائفتها إلى ديانتها، هل يمكن إلغاء المفهوم الطائفي اللي موجود بداخلنا تنروح تننتخب أشخاص مش من طائفتنا بس هني عندهم القدرات بهذا الموضوع؟ هلا يعني إلى أي درجة تعتقد، يعني أنت اللي عم تطرح هذا الموضوع النسبية خارج القيد الأطر الطائفية، هل ممكن أن يقتنع فيها المجتمع اللبناني برأيك؟ هلا أكيد يمكن ما يقتنع بالوقت الحاضر، بس إذا ما اقتنع فيها فيك تمشي فيها على درجات، وأنا بشوف من شبه المستحيل إنه ينمشى فيها هلا، من شبه عم بحكي أنا أنت عم تحكي شو القانون بالمبادئ العام الأنسب هو إنه نوصل لوقت إنه نعمل نكون في إنه قانون انتخابي على مساحة الوطن كله، وطبعا هيدا بده يترافق على القانون الانتخابي على مساحة الوطن وعلى النسبية، بده يترافق مع قانون تاني أنا برأيي يلي هو قانون اللامركزية الإدارية يلي بيخضع يلي بكل منطقة بيكون في عند الإنماء الذاتي والإدارة الذاتية حتى تنمي حالها، وهيك بيصير كل هالمناطق تستغني عن الخدمات يلي بيأمنها يلي بعض النواب يلي عاملين مركزين نيابتهم على الخدمات الخاصة مش على الخدمات، يبقى من هيك لما بيكون في هالقانون هيدا بده يترافق مع قانون تاني اسمه اللامركزية الإدارية على كمان مساحة الوطن. هلا إذا بدنا نفوت بأقل شيء اليوم مثل ما هي الوضع الحالي، فينا كمان نفوت على نسبية بالمحافظات او بالقليل نصف محافظه، مثلا جبل لبنان فينا نشوف نفوت على نصف محافظه او ثلث محافظه او المحافظه بكاملها، بيروت على اي اساس نسبيه انا، ولكن من ضمن التركيب الطائفيه طبعا انه يعني بالوقت الحاضر ما فينا نعمل هيك، لانه هذا يعني بعد يمكن الوقت ما بيسمح، وما راح اكيد ما راح يروح المجلس النيابي اليوم على هالالغاء يلي هو كان مفروض يكون دجا نعمل من وقت الطائف، عم يحكوا بالطائف، والطائف يلي عطى صلاحيات لمجلس الوزراء ومن سنة 90 لليوم كان مفروض يروحوا يلغوا الأمور المذهبية والطائفية، ويكون في عنا العلم أن يكون صارت محققة اليوم. بالعودة إلى موضوع القانون النسبي، هل تعتقد هون عم بستفسر من حضرتك أستاذ فادي، اللوائح يجب أن تكون لوائح مفتوحة ولا لوائح مغلقة بالقانون النسبي؟ نعرف بالأكثر اللوائح مفتوحة طبعا تنزل لوائح، ولكن أنت كمواطن إذا عم نحكي بقضاء كسروان حقك تختار ثلاث مرشحين من هذه اللائحة ومرشحين من لائحة تانية، هل هالشي ينطبق عندما نقول إنه القانون هو قانون نسبي وعلى مستوى مثلا محافظة؟ يعني هل بإمكانية المواطن أو المقترع يختار من اللوائح الأسماء اللي هو بديها؟ هي أقول لك القانون النسبي
هي مش قانون نسبة، هي قوانين النسبية. صح، في عدة قوانين فيك تعمل قانون انه ملزم تكون الليحة مسكرة. يعني مسكرة كيف؟ يعني اذا في عندك 20 مقعد بدها تكون مسكرة ب 20 مقعد، فيك تقول انه فيها تكون مسكرة ب 20 مقعد وفيها تكون مسكرة ب 15 مقعد وفيها تكون مسكرة ب 10 مقاعد. انا بدي اعمل لائحة من 10 مقاعد، ما بدي اعملها من، ولكن المقترع ما له حق ينقل، المقترع بده ياخذ اما هاي اللائحة او هاي اللائحة او هذيك اللائحة. يعني بده ياخذ، ما بيقدر شيء يختار من كل الاسماء. هلا بكل لائحة، بكل لائحة كمان برجع بقول القانون، اما بيخد على اللائحة بتكون بالتدرج بالترتيب الافضل، يمكن بيقولوا ا ب س د ا، يعني يلي اذا اخذت ثلاثة بهاللائحة نجحوا بيطلع ال ا ب س، هيدي بيكون المشترع هو قرر انه يرتب الاسماء وفقا لرغبه الحزب او التيار يلي بده. اذا الموضوع هو طائفي كمان، لا 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 عبر الطائفي. اما اذا في احتمال تاني كمان بيرتبوا حسب ما الناخب هو بيرتبه، يعني في لائحه ا والف 1 2 3 بقى بضمن كل لائحه عندي صوت تفضيلي، بقول انا بدي احط هالليحه بس من هالليحه في ال 20 اسم بدي احط الدي هي صوت تفضيلي لإلي، هيك بدي احط سي. بشوفوا مين عنده اصوات تفضيليه اكثر بيكونوا بالترتيب يلي بيفوزوا بهالليحه. نعم، هيدي النواحي يلي ممكن تكون بانتخابات. واذا كنا نسبيه بموجب القيد الطائفي بتصير اللائحه صارت او الاولويه الاسماء بحسب الطوائف، يعني اذا لائحه بمحافظة أم بدائرة انتخابية فيها ثلاث طوائف، خلينا نعتبر ماروني أرثوذكسي وسني، اللائحة بدها يكون فيها مرشحين مواريني، مرشحين أرثوذكس، ومرشحين سنين حسب الأعداد المقاعد. فالأولوية بدها تكون كمان على ثلاث طوائف بقلب اللائحة. ايه، يعني بدك تاخذ انه مين اللي اخذ اول شيء، اخذوا الماروني اخذ اكثر شيء. نعم، بياخذوا الاول بالماروني والاول بال هالليحه طلع لها 3 من اصل 10 تنقول. نعم، اوكي، تنقول كيف بياخذوا 3 من اصل 10؟ في الماروني موارنه 2 طلع لهم اكثر شيء، لكن موارنه 2 بيشلوهم من هالليحه وبيرجعوا بيوزعوا على الباقي. شو بيبقى لهالليحة بعد اذا بقي بعد بيطلع لهم واحد مقعد بشوفوا اذا هالمقعد الارثوذكسي او السني ما راح من هذيك اللوايح فبيرجع بياخذوه. يعني الاولويه دائما بتكون للي اخذ اكثر شيء عدد اصوات اكثر على هالسبع اوقات كثير مثلا باللوايح اوقات الكبيره اللوايح المهمه مطرح اللي فيه عدد ناخبين في ماس اكثر من غير الطائفه، مثلا تنقول تناخذ كسوان وجبال. نعم، مثلا كسوان وجبال في موارنه اكثر ما في شيعة. صح، هلا في طبعا في 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 سنه، بس انه سنه قليل، بس انه عم بحكي الشيعة لانه لهم مقعد الشيعة طبعا بقضاء جبال. هالليحه بالمبدا يعني مبدئيا اللائحة القوية بدها تاخد كل الموارنة من هاللائحة، اللائحة الضعيفة بيطلع على المقعد الشيعي. ليه؟ لأنه بطبيعة الانتخابات، مش معناتها هيدا القاعدة، بطبيعة الانتخابات لأنه الموارنة رح يكون في عندهم صب أكتر، يعني من ياخدوا القواعد أكتر. يعني هاللائحة أخدت 40% وهديك أخدت 60%، اللي أخدت 60% اخذت كل المقاعد الست الموارنة او السبعة، يعني ساعتها بقى له مقعد ماروني ومقعد شيعي مجبور يروح لتاني الليحة. هيدي يعني هاي تفاصيل ما فيهم يختاروا مثلا انه لا بدنا ناخد المقعد الشيعي من ضمن الاكترية بالليحة. هل حسب القانون كمان بيقول لك انه اذا هل الليحة بنشوفه بالترتيب، اذا يمكن ياخدوا يلي عنده ترتيب اكتر
افترض انه بهالليحة اخذ 40%، اخذ منهم اول صوت تفضيلي للشيعي، بيطلع هو الشيعي وبيرجع بيفوت. اذا قرر القيمين يعني انا برايي هيدا كثير تفاصيل، بس لكن تفاصيل المشاهد عم يسألها. اليوم اذا المقرري اللائحة معينة اجوا سموا، مثلا بتيجي لائحة بتعتبر انه هي عندها اكبر عدد اصوات في هذه الدائرة الانتخابية، عم نحكي مثلا كسرين وجبي في مقعد شيعي مقابل 7 مقاعد مارونية، عم نحكي بلائحة كسرين وجبي، اذا قررت اللائحة تعتبر المقعد الشيعي هو رقم اول بالترتيب، ساعتها بتحسم انه المقعد الشيعي عندها. ما عمل لك حسب القانون، اذا المقعد الاول اذا فت بطريقه الخيار هي بالترتيب الطائفي، بالترتيب الحزبي، كيف ما بيرتبها اللائحه الحزب بيرتبها، يلي هو بتكون يلي بياخدوا 7 أو 6 على 10 يلي طلعوا بيطلعوا من الاول اسماء بالليحه. نعم. اذا كان الشيء بيناتهم بيروح بيطلع، اذا كان في ترتيب بالصوت التفضيلي تختلف العمليه، تختلف العمليه حسب الاصوات التفضيليه، حسب الاصوات التفضيليه. هيدا شو بتفيد الصوت التفضيلي؟ يعني نحن عم نفوت اكاديمي صوت التفضيلي. لا 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 مهم السؤال. صوت التفضيلي قلت لك انه انا في عندي هالليحه فيها 8، نضلنا على كسوان جبال فيها 8 وهذيك الليحه فيها 8. طب انا بدي هالليحه بس من هال8 عندي البي بدي اياه، حط صوت تفضيلي. انت عندك نفس اللائحة بدك السي، بتحط السي. مين بياخد اكتر من هول؟ يعني هل اللائحة اخذت تنقول 60%، لكن 60% 6 8 8، يعني خمسة من اصل 8، من اصل هالخمسة مين اخد تفضيل اكتر؟ هن بيروحوا ساعتها، ما بيعود تراتبية الحزب، هي ما بيعود تراتبية، بعكس ما بصير تراتبية الأصوات التفضيلية. صحيح. هي اللي عم تعطي. صحيح. فرق بين صحيح. بين مرشح ومرشح آخر. ايه. طيب بعد في شيء نقدر نوضحه بموضوع؟ لا بدي أقول أنا أو في كتير مثلا طرح بخصوص مثلا الصوت ال one man one vote. صح. هاي في عليها اعتبر بنرجع كمان، خلينا نحكي بكسروين وجبال. أنا بدي صوت one man one vote، اذا بدي من دون ما نحدد الدوائر كل وحدة، من اصل 8 بدي صوت لواحد، انا شيعي بدي صوت لشيعي، انا مسيحي بدي صوت لمسيحي، انا سني بدي صوت لسني، بتصير الاصطفافات فيها طائفية اكتر، ما بتصير بعكس ما البعض بفكر انه هيدي شيء كتير مهم. يعني يمكن لو مجتمعنا مبني على الاحزاب ممكن لو انه يمكن بلشت حتى الاحزاب، يعني ما بعد ما في عندك حزب اذا بدك على المزبوط، بعد ما في شيء احزاب اسمها علمية هيك حضارية، بتضل بعدنا في تقوقع. خلينا نكون كتير صريحين من كل، ويلي بده يشارع بهالأمور نقدر نقارعه لا 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 قد ما بده. بعد ما في شيء اسمه حزب، هو على صعيد العلم الحقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية، الإنسان كإنسان مش مش لأنه هيدا من ابن هالطائفة أو من هيدا المذهب، بعد ما في عنا بكل أسف يعني منقوله. نعم. فهيدا يعني في عندك النسبية والمختلط، في فريق وهل مختلفين؟ لا يعني فين بيقولوا بدنا نسبية 64 ب 64، نسبية 64 والمختلط يعني نسبية وأكثر، وفين بدهم 68 ب 60، ومختلفين على هالكم. هلا هيدا منه بطال يمكن كمان، لا لأنه في مناطق مثلا مثل تنقول مقعد جبيل اللي هو مقعد الشيعي، مقعد على بيقدر يكون على الاكثر والباقي بيكون عن نسبة مثلا، بمناطق كتير صغيره، بس ساعتها المواطن صار عم بيحط بصندوقين، يعني عم يروح ينتخب مرتين. مزبوط. يعني صار عندك اول شيء تكاليف اضافيه، تكاليف يعني مش ضروري كتير تكاليف، عشان ما هذا مش بحث منه مهم التكاليف، المهم انه نقدر نوصل للغايه. الغايه شو؟ بنرجع نقول الغايه انه يكون في عداله اجتماعيه، يعطيها المواطن حقه صحيح، ما تسلب له حقه،
مش انه نقول له انت مناصفة ونخله ربع حصته او نص حصته من المناصفة. هذا اللي عم قوله. هلا التكاليف ما عم بيقول المقعد الشيعي بجبيل اذا بده يروح على الاكتره بينتخبوه كل ابناء جبيل. كمان القانون بيحدد بالنتيجه او بالمبدا لازم يكون هيك، ولا بنرجع على القانون الارثوذكسي اكيد يعني لازم ينتخب من كل المسيحيين والمسلمين والسنه وكليتهم يعني بصير يعني هاي الطروحات اللي عم تنطرح يعني اذا بس بعد ما الحد هني بعد ما والولايه ما عم يوصل لنتيجه، ليه ما عم نوصل لحل؟ لانه كل فريق بده يشوف اي قانون بيعطيه امكانيات اكثر، بيعطيه عدد نواب اكثر. انسحق هداك الفريق او ما انسحق ما بتفرق معنا، بس المهم انه يكون عندي انا كتلتي من 20 نايب، انا كانت كتلتي 15 تبقى 15، هداك كتلته 10 بده اياها 12. بس النقاش ما عم بيكون نقاش لمصلحه الناس، ما عم بيكون بكل اسف ما عم بيكون نقاش بشكل عام يعني في يمكن في عم بيناقشوا بس انه بشكل عام بعد ما عم بيناقشوا. وهون ما ببلش النقاش على المزبوط الا ما نفوت على قصه الخارج القائد الطائفي. خليني قبل ما ارجع نفوت لموقف فخامه الرئيس من هذا الموضوع واسالك شو معطياتك في هذا المجال، ولكن سمعنا بعض الافرقاء السياسيين حكيوا عن قانون على مرحلتين، المرحلة الأولى على أساس الأكثر والمرحلة الثانية على أساس النسبة. ما هي معطياتك حول هذا الموضوع؟ هل هناك طرح جدي في هذا السياق؟ هيدا من ضمن الطروحات أكيد يعني الأكثر يعني أول شيء بيروحوا بينتخبوا تنقول بنرجع كمان خلينا نضلنا بنفس المحل كسروان وجبال تنعتبر أنه هن دايرة وحدة. كسروان بتنتخب عدد من المرشحين بنقول ثلاثة، إذا بجبال ثلاثة بينتخبوا ستة أو تسعة حسب القانون، وكسروان في خمسة بينتخبوا أو عشرة أو 15، بس المبدأ اللي مطروح هو الدوبل يعني المرتين يعني ثمانية بصير ينتخبوا لهم 16، وهال 16 من هالفريق ومن هالفريق بيروحوا على النسبية. بس هوني بعدنا بالقوقعة زيادة، بعدنا بالفريق زيادة، لأنه هالفريق اللي بينتخب هالثمانية او الستعش ما هو ذاته من ما اجى من هالستعش بالنسبية بضلوا هو بضلوا معه يعني ما لحبه منه طرح كمان حل لحلول للعدالة. منه بعد الأقلية إذا بدك يلي من إلا الأقلية، والأقلية مش معناتها أوقات كتير بصير لك أنا أقلية مسيحية أو أقلية سنية أو أقلية، لا الأقلية هي هالمجموعة يلي منا عم تقدر تتمثل بهالمجتمع. في عندك محلات بقلك الأقلية الشيعية يلي ما عم تقدر تتمثل خارج حزبين حركة أمل وحزب الله مثلا، هي أقلية. عندك أقلية بالدرزية يلي بتقلك أنا نحن كمان مش بس الحزب الاشتراكي هو الحزب الاشتراكي، هي أقلية. وكذلك الامر بالسنة وكذلك الامر بالمسيحيين يعني بكل هيدا هاي الاقلية خلي تكون عندنا امكانية ترشح وتوصل صوتها. هلا اذا فتنا بهذا القانون اللي عم تقلي عنه انه بينتخبوا بالمنطقة او على دورة اولى بينتخبوا بالاكثر وبالدورة الثانية بالنسبة، بعدنا نفس الشيء، بعدنا يعني انه انا انتخبوني انا وانت بدنا نقول بكسروان حتى يكون انا بنتمي لهالتيار ويلي انت بتنتمي له. طيب اذا جيت انا او انا جيت بالنسبه ما خص شيء التيار، بعده هو التيار ذاته او هالحزب ذاته او هالمجموعه ذاتها، يعني مش عم نحكي عن تيار معين، عم نحكي عن شيء معين عن بالمبدا، عم نحكي بشكل عام. طبعا لهالسبب اذا جيت قلنا نحن انه خد تنحكي حزب الله وحركه امل ولو ما عندوش تنقول بمحل عنه بعلبك 10 اسوء 10 جابوا 20. طب هل 20 ما فيش بيجيبوا 20 من جمله من عندهم هن من الحزبين. طيب بالنسبه لي من ما طلع منهم بضلوا تابع لهالمجموعه. بالعوده استاذ فادي قبل ما ننهي الجزء الاول من برنامجنا اليوم بعد بقينا بضع دقائق، بالعودة إلى قانون الستين، هناك نقاش كتير كبير في هذا الموضوع أنه قانون الستين لا يؤمن صحة التمثيل، وأنه قانون الستين يسلب حقوق المسيحيين، وأنه قانون الستين
أو المعدل في اتفاق الدوحة عام 2008 لا يعطي تمثيل حقيقي للمواطنين اللبنانيين. في المقابل حتى يعني شفنا بالشرح تبعك استاذ فادي بالاصطفافات الطائفيه في بقانون النسبه، يعني الفرق بينه وبين قانون النسبه اذا ما نحكي على مستوى المقاعد فرق بضع مقاعد، يعني اللي بتختلف يعني بتروح من هون لهون يعني، ولكن ما في حتى بالقانون النسبه اللي عم ينطرح اليوم الممرحل، لانه قبل ما نوصل للقانون اللي هو خارج القيد الطائفي رح نرجع على القانون النسبه الطائفي، بالتالي التغييرات هي كثير قليله. فالمعترضين على قانون الستين برأيك ليش معترضين وقت التغييرات رح بتكون كتير بسيطة؟ بتقول لك أول شيء من إنه الستين العقب اللي فيه هو إنه عم تقول فيه عم بياخد حصص من درب، يعني الفريق عم ياخد حصص لفريق تاني. مثلا نعطي تناخد المقعد الماروني بطرابلس، نعم هذا مقعد ماروني لازم يكون إنه الموارنة إلهم دور فيه، او المسيحيين بشكل عام لهم دور باختياره. طيب عم يجي يختاروا السنه بطرابلس، ولكن الممثل في هذا المقعد هو ينتمي الى حزب الكتائب، الاحزاب المسيحيه الاساسيه. هذا تفصيل وقتها كان فيه، يمكن اليوم خلي يرجع يبقى قادر الحزب الكتائب يكون هونيك، يعني هالسبب انه مش هو عم يتحكم، مش الحزب الكتائب عم يتحكم بهالمقعد، الفريق طرابلس السياسه الطرابلسيه هي اللي عم تتحكم بالمقعد. ولكن انا لا، انا سؤالي استفادي، انا معك بهذا الموضوع اللي انت عم تقوله 100% نحن موافقين عليه، ولكن النقاش كان انه المقاعد المسيحيه بالمناطق اللي فيها اكثريه سنيه هي مقاعد مسلوبه من المسيحيه. انا عامل لك ايه؟ ولكن حزب الكتائب انا مثل بطرابلس صح، ولكن حزب الكتائب يعني الفئه اللي هي مسلمه كانت، خلينا نحكي بطرابلس لانه سنيه، الفريق السني المؤثر في طرابلس لم يلغي المسيحيين، وعطيهم هذا المقعد اللي هو حقهم، عطيهم لأحدى الأحزاب العريقة بالشارع المسيحي. يعني اليوم عندك أربع أحزاب يعني هي تعتبر تمثل الشريحة الأكبر من المسيحيين في لبنان، من ضمن هذه الأحزاب هو حزب الكتائب. يعني ما راح جيب شخص ينتمي إلى تيار المستقبل حطوا نائب عن الموارن في طرابلس، راح جيب مرشح عن حزب الكتائب حطوا. انا عم بحاول شوف لا وين هلا انت نحن عم نخفف من وطئة العمليه، وانا مش انه بدي ازيد الوطئه، لا انا عم بحكي بشكل كتير ايجابي ومتجرد. هلا ثابت انه في عندك تحالف كان 14 اذار الحزب الكتائب مع التيار المستقبل مع القوات اللبنانيه الى اخره، كانوا اوكي بيرضوا الحزب الكتائب رضيوا بمقعد وتنازلوا عن هالمقعد بوقتها بالبطرون لشخص القوات اللبنانيه الى اخره. بس هل نحن عم نقول انه هل المقعد اللي موجود بطرابلس هل الكتائب بيقدروا يتحكموا فيه او المسيحيين بيقدروا يتحكموا فيه على دائما هن بيقدروا يعملوا له الخيارهم له؟ هي اللي عم اقوله انا، الاستثناء ما فينا نعممه اليوم بصوره استثنائيه. جابوا مثل مقعد الماروني بعلبك مثلا، الرئيس الاستاذ اميل رحمي هو مثل هو شيعة فوق، بيقدروا يجيبوا امير رحمي وبيقدروا يجيبوا غير امير رحمي، بس ما جابوا يعني. ما سيدي قال ما جابوا، بس مش معناتها لانه كان في تحالف مع هالتحالف تبعهم، بس بالنتيجه بعده تحت رحمه رحمه بعده تحت رحمه رحمه تحت رحمه الاكثر. هيدا تنرجع من شكلين، في محل مثلا ببيروت وبطرابلس وبالجنوب كمان بالنبطيه في بالزهراني في مقاعد مسيحيين هي من ضمن الاكثريه لماس الاكثريه المطلقه الاسلاميه هن بيتحكموا بالمعهد. هي عقبه مشكله القانون. فينا نتوقف لدقائق ونرجع نستكمل معك موضوع قانون الستين والمواقف الثانيه. مشاهدينا نتوقف لدقائق ونرجع معكم بالجزء الثاني والاخير من حلقتنا لليوم.
نرجع معكم مشاهدينا بعد هالوقفة الصغيرة تنتابع حلقتنا لليوم. ضيفنا الأستاذ فادي بركات وهو ناشط في الحقل السياسي والحقل النقابي. ما رح نطول كثير بقى بقانون الانتخاب، ولكن في سؤال هيك رودنا بسياق النقاش بالجزء الأول من حلقتنا أستاذ فادي، هو عن موضوع زيادة عدد المقاعد على خلاف ما نص عليه اتفاق الطائف، وهو كان 20 مقعد بالقانون الستين توزعوا بشكل يعني يبدو وكأنه توزعوا بشكل عشوائي على مساحة كل لبنان، لأنه هو كان مجلس النواب 108 مقاعد على ما أظن نص اتفاق الطائف. هل تعتقد إذا بقينا على قانون الستين وما صار في تعديل للقانون ولكن تم إلغاء هال20 مقعد يلي أضيفوا بشكل عشوائي، هل ممكن هذا الإلغاء ممكن أنه يضيف بعض أو شيئا من العدالة الاجتماعية المطلوبة بقانون الانتخاب؟ كان القانون قبل الطائف عدد النواب المقاعد النيابية كان 99، نعم 55 المسيحيين و44 المسلمين، يعني 6-5. نعم. بيقوموا بالطائف بيزيدوا 11 مقعد للمسلمين حتى يصيروا في تساوي، بيصيروا 55 بيصيروا 55 55 يعني صرنا 110 نواب. صرنا 110 نواب 108 نواب، يعني هي 55 و44 زادوا في المهم انه العمليه حسابيه زادوا خمس زادوا عدد مقاعد 99 زادوا 9 مقاعد زادوا 9 مقاعد مش زادوا 9 مقاعد مزبوط هيدا ايه 9 مقاعد زادوها حتى يصيروا 108 ب 108 يعني 108 للمسيحيين و 108 للمسلمين. هيدا القانون شاءوا انه يعدلوا فيه من خلال الطائف حتى يصير في مناصفه، وذكروا وهون بنرجع بنقول انه الطائف قالوا انه المناصفه على اعتبار انه كل فريق او كل طائفه بتاخذ هي ال 66 ال 64 نايب و 64 نايب كل يعني 64 قلنا او 64 ب 64 لا على حساب ال 108 54 ب 54 نعم 54 ب 54 نعم بصيروا 108 انه بس بالتطبيق اجى غلط لانه صاروا كل فريق ياخذ مثل ما حكينا قبل شوي. هلا لما نلاقيوا انه في فرقاء منهم راضيين عن هل في محلات مثلا اللي يمكن العلويين ما قالوا المحل في محل بعد لازم الدروز بدهم محل معين في تيرضوا الكل او الشيعة او السنة كلهم تيرضوا الكل قاموا زادوا هالعدد يلي هو 20 نايب رضيوا فيه كل واحد بمحل معين هيدا بوقتها على بالحقبة السورية وقت كانت بلبنان وغازي كنعان وهيك قدروا حكموا لبنان على الفترة كليتها اللي حكموا فيها لانه رضيوا كل العالم من حساباتهم ومن صندوقهم الخاص. صح. هلا اذا رجعنا لل 108 او بينا بال 100 رجعنا لل 108 يعني يمكن التمثيل يعني انا برايي التمثيل بيكون يمكن انسب ليه؟ لانه بتشيل هالمقاعد اللي زايدين بالمناطق الغير يعني يلي ما فيها انسجام اذا بدك يعني يلي فيها الماس يعني الاكثريه المطلقه من فريق واحد او يعني من طائفه واحده بتشيله من هونيك بتصور بيكون في يمكن عداله اكثر بس مش هذا الحل مش هذا الموضوع يعني هذا موضوع جزئي بالنسبه للحل الشامل الكبير. خلينا نرجع للسياسه استاذ فادي لانه هلا بدهبنا كثير الوقت وبيخلص الوقت وما بنكون حكينا شويه سياسه. برايك هل الافرقاء السياسيين رايحين على قانون جديد بالموضوع؟ يعني كنت سالتك اول سؤال ببدايه الحلقه قلت لي لا خلينا نروح بقانون الانتخاب وبنرجع بنناقش هذا الموضوع من بعد ما كنا نحكي عن القوانين. اولا هل سيتوصل الافرقاء السياسيين الى قانون جديد وهل هناك فعلا انتخابات بايار 2017؟ انا برايي قانون الستين ما راح يتطبق وبرايي انه والدليل انه حتى الحد هلقنيه بعد
ما لجنة المراقبة الانتخابات، هيئة مراقبة الانتخابات اللي المفروض يعني قبل بثلاث أشهر بالقليلة تكون مؤلفة، بعد حتى أني ما تألفت، يعني هي مرتبطة بقانون 60 يعني بالقانون من 2008. إذن هذا القانون لحد هلأ نيه منه مكتوب له أنه وإذا بدون يمشوا فيه مثل ما هو ومن دون هالهيئة في طعن فيه وبينطعن بسهولة. نعم. لكن الستين حد هني أنا برأيي منه ماشي. هلا تيسير في قانون جديد أكيد من هالقلية لأيار في شبه استحالة يقدروا يصدروا قانون جديد ويكون راضي الفرقاء ويحطوه على قايد التنفيذ وإلى آخره. لكن بالمرحلة الأولى برأيي انتخابات بأيار ما في. هيدا تحليلك الخاص هيدا يعني لا انتخابات بموجب قانون الستين ولا انتخابات في أيار 2017. هلا إذا ما هي خريطة الطريق؟ خريطة الطريق أي فريقين بيقدروا يحطوا مثل ما صار في كونسنسوس اتفاق داخلي قبل الدولي على انتخاب رئيس الجمهورية. من المفترض انه يصير في نوع من هالكونسنسوس على انه وان كان الانتخاب الرئاسي كانت اصعب لانه كانت تتطلب اكترية مختلفة عن الاكترية العادية يعني للاصدار القوانين، بس بده يكون في نوع من التوافق على هالقانون. وبتصور انا انه رح يوصل في توافق، رح يكون في توافق لانه الفرقاء كليتهم ما عاد في هالحدية اللي كانت موجودة قبل يعني قبل مرحلة انتخاب الرئيس. ثاني انتخاب الرئيس جمع كل اللي صار في يعني بيقعد المستقبل مع حزب الله بسهولة، بيقعد حركة أمل مع ما بعرف يعني مع الفرقاء كلهم بسهولة، كل الفرقاء بيقعدوا بسهولة مع بعضهم، ما عاد في هال وكمان يعني المتطلبات اللي كانت موجودة والمطالب خفت. يعني هل اللي صاروا كلهم عم ينظروا انه الى وطن لبنان لانه كل مصالحهم صارت هددت. يعني بفترة من الفترات يعني المصالح المجموعات هايدي كلها كانت مهددة لانه كان في وصل وقت انه لبنان يطير من الكيان تبعه. يعني وصل انه الكيان صار مهدد، كيان يعني كيف كيان الارض بتضلها هي زيتها، بس النظام وصل لمحل يتهدد انه ما عاد فيه يمكن بده يصير لما يتهدد النظام معناتها في فريق قوي بده يغلب الفريق الضعيف، وهذا اللي يعني عدا عن سياسيا بغير السياسي بيصير في فريق الغلبي للفريق. اذا استاذ فادي ما في انتخابات بايار 2017 عم نحكي من وجهة نظرك الى اي يعني سيتم التمديد الى اي متى؟ انا برايي يمكن ما يكون في شيء اسمه تمديد، يمكن ما يكون في تمديد تقني يعني اذا ما كان في اذا ما صار في اتفاق على القانون يلي التمديد التقني بصير للقانون اللي بده يصدر. نعم. هل بس هالقانون اللي بده يصدر مش ما مستحيل انه يقدر يدعو الهيئات الناخبه فيه بايار الحساب انه بده يصدر. اذا بده يصدر قانون بده يصير هنا التمديد التقني لتشرين او للخريف الجاي او ابعد حد يعني يمكن 5 أشهر او 4 أشهر لهني بس انه ولكن تقنيا اذا تمدد للخريف يعني في تمديد حتى لل هلا التهوني بصير التمديد لهالمجلس طالما انه تعين تحدد انه يعني اقر القانون لانه من قبل لو انه هلا ني انا بقول لك هلا يمكن يتفقوا على قانون الانتخابي النسبي لبعد 4 سنين هي خلص هذا القانون بده يتنفذ بعد 4 سنين يمكن يروحوا على قانون الاكل بيصير بيرجعوا بيقدروا يروحوا على القانون ال 60 هلا نية على اعتبار انه خلص بعد 4 سنين رح يكون في قانون نسبي بحقق لسان فخامة رئيس الجمهورية اللي هو وزير الخارجية جبران باسيل هو طبعا رئيس التيار الوطني الحر بإحدى اجتماع التكتل بيصرح وبيقول لن نقبل بتمديد الانتخابات أولا
ولكن إذا فرض علينا قانون الستين، أي فريق سياسي سيتحالف معنا سيتحالف من ضمن معيار وحيد، وهو إنتاج قانون انتخابي بعد الانتخابات بموجب قانون الستين، على أن يكون هناك انتخابات نيابية في مدة أقصاها 6 أشهر من بعد الانتخابات الأولى. يعني اللي عم قوله يعني الشيء اللي عم قوله انه اذا بدنا نعمل القانون 60 هلا اني ينتخبوا ضمن القانون 60 بده يكون في اتفاق على قانون هلا 6 اشهر من بعد هلا اني بتصور صعبه 6 اشهر يعني في يعني تعمل انتخابات هني على 60 وبعد 6 اشهر تعمل على النسبيه بتصور هذه يعني فتره كثير بتقول لي بعد سنه بتقول لي بعد سنتين يمكن بس انه 60 يعني تعمل انتخابات هني صعبه تصور انه في شيء استحاله عملانيه ولكن بالموضوع. ممكن تكون ولكن التحالفات ممكن التحالفات تنسج على اساس اتفاق مسبق على قانون انتخاب بعد لبعد الانتخابات. هل اذا بدك على المضبوط هلا بالوقت الحاضر ما حدا مزعوج من الوضع من الوضع القائم يعني هل طالما هالدوله قائمه والنظام ماشي والادارات بلشت تنتج يعني شعرنا بالتغيير دغري يعني من وقت ما انتخب من بعد ما تألفت الحكومة شعرنا بالتغيير من كل النواحي ان كان من الناحية الأمنية ان كان من الناحية الاقتصادية بلشت تعطي في روح اقتصادية في سياحة بالأعياد الميلاد ورأس السنة كان في سياحة وهلأ بيقولوا انه السياحة للموسم بلشت الحجوزات من هلأ للصيفية يعني الحياة الاقتصادية والاجتماعية عادت يعني للبنان لأني الانتخابات اكيد ضرورية بس بيقدروا تقنيا او عمليا بتقدر تكون هاي الانتخابات ضمن فتره زمنيه معينه بس الله المهم انه يكون هالقانون يصير فيه توافق عليه وانا اللي بشوفه وفقا للمعطيات نتفت معلومات ونتفت المعطيات اللي بنشوفها من العامه بنلاقي انه الكل عم يتوافق مع الكل لهالناحيه. قبل ختام حلقتنا أستاذ فادي كنت بدي فوت أنا وياك شوي بتفاصيل نقابة المحامين. في سؤال يعني نسمعه كتير عند نشطاء الشبكات التواصل الاجتماعي مرتبط بشكل مباشر بموضوع الإرهاب. لما بيجي فريق أمني معين بيلقط إرهابي معين وبيحوله على المحكمة منشوف دايما هناك محامين عم يترافعوا وعم بيدافعوا عن الإرهابيين ودايما هناك صوت بيطلع عند الناس انه كيف تقبل نقابة المحامين بالدفاع عن هذا الإرهابي وهالمحامي يعني هو ابن لبنان وبيعتبروه مثقف ومتعلم كيف بيقبل على حاله انه يدافع عن هذا الإرهابي. انت اليوم كمحامي وقعدوا في نقابة المحامين سابقا وأحد أبرز المرشحين على موقع نقيب في الانتخابات النقابة في الأشهر المقبلة، كيف بتدافع عن المحامين يلي عم بيترافعوا عن الإرهابيين وكيف بتعطي توصيف لهذه الحالة؟ هيك بفترة من فترات بهالحلقة قلت لك أنه المطلق مش موجود على وجه الأرض، الله وحده هو المطلق والمعرفة المطلقة هي الله وحده بيعرفها وحنا بيعرف كل جريمة شو ما كان نوعها شو ما كانت أهدافها شو ما كانت أهميتها كل جريمة بيبقى فيها شق معين منه معروف ومنه معلوم وكل جريمة بيرتكبها أحد الأشخاص بضل بيكون في عنده نقطة ضعف معينة ترتكب هالجريمة. المحامي بيجي بيدافع عن نقطة هالضعف يلي عند هالمجرم حتى يقول لهم انه هيدي الضعف يمكن ضعف خلل بدماغه اذا في بدماغه في خلل. طيب انت كيف بتقدر تعاقب انسان اذا ولكن هذا الخلل ممكن كان قضى يعني وصل الى قتل عشرات من الابرياء مش يمكن عم بيوصل وصل في محلات قتل عشرات وفي محلات هدم برج بكامله 3000 واحد بنيويورك والاخري بس هيدا هالمجرم هيدا
أو بيكون مدفوع من حداً، أو بيكون هو طالع من حيله، أو بيكون عنده ضعف بعقله، أو بيكون في هالأسباب يلي بيحاول المحامي يوقف قدامها ويعطي التخفيف والأسباب اللي بتقلي أنت عم بتساهم مع المجرمين، لأنه بس بكل مجرم في عنده ضعف، وهذا الضعف بيوقف حده المحامي حتى يبرز قدر الإمكان الحقيقة يلي هي من دفعته تيرتكب هالجريمة. بعطيك مثل، في أوقات كتير أو مثلا بعطيك مثل بسيط، إنه لما في أحد المتهمين وحكم متهمين على قتل سفير الأردني من 15 سنة أو 20 سنة بلبنان، حكم بلبنان من بعد 15 سنة تبين انه اللي قاتله هو كان بالاردن وحكموه بالاردن. طيب هيدا الحكم بتقلي بيجي المحامي عم بيدافع عنه، طيب كيف عم بيدافع عنه خيي؟ كيف عم بيدافع عنه هو قاتل؟ عم بيقول لك هون لا، انه هيدي نقطة مثل من الامثلة يلي هو صدام حسين مثلا. صدام حسين مش الدفاع عن صدام حسين، اعدموه على اساس انه هو عنده ببلاده المتفجر، شو اسمه الشرنوبي، هذا النووي، السلاح النووي. بين فيما بعد انه السلاح النووي مش موجود، خلقوا له اياها حتى طيب يلي دافع عن صدام حسين كان مجرم؟ كان محامي غلط او عاطل؟ لا. هيدي الامور اللي عم اقول انه المحامي لما بيجي بيدافع عن شق معين، بيكون يمكن بيكون حتى المجرم بذاته او يلي سواليزون المجرم، يمكن منوش المجرم هو، يمكن مش هو اللي فاعل، بيكون المعلومات هي ما حدا معه اياها، يمكن تقاطعت معلومات مع معلومات ممكن ما تكون صحيحه. سبب ما في حدا يجي يقول انه حتى من المحامي لمن بيعرف انه هو القاتل، بس في اسباب يمكن جعلته يرتكب. انه واحد اجى على محل وشاف يمكن حدا قريبه عم يعمل شيء معين، او اجى حدا عم يفتعل بشخص تاني بقريبه، طيب من بالانكونسيونس تبعه باللا شعوريا بيقوم بيقتله، بتقول له خي قتلته، طيب ايه بس شو الاسباب اللي دفعتني قتله؟ هون المحامي بيلعب الدور حتى يعطي الاسباب التخفيفيه. يعني بعد عندي سؤال موضوع النقابه، يعني سؤال قبل سؤال نقابه، اذا هناك متهم اعتبر انه انا ما عندي الامكانيات الماليه اللي بتسمح لي انه اعين محامي، بهالحالة شو الإجراءات القضاء بيخدها؟ إذا ما بيطلب معونة قضائية ونائبة المحامين بتعين له محامي، ومن دون ما النائبة بتدفع أجرة المحامي. وإذا رفض هل يستطيع المحامي أنه يرفض يرافع عن لا، إذا بيرفض ما بيتبكش فيها، ما يعني بيجي محامتين من النقابة بتكلفه، مفروض بمجرد ما يقبل بده يروح يدافع، ما في لأنه بده يقبض مثلا يقبض أتعاب فيها، طبعا الأتعاب ضئيلة، أتعاب منا هالأتعاب اللي بس إنه شيء حتى يقدر أتعاب خفيف يعني قليل، يعني منا هالقد، بس إنه بروح بدافع عنه. وبعدين المحامي مش بس أتعاب، ما المحامي هو عنده لذة، هو ما هي هذه فوكاسيون، هذه أكتر ما هي مهنة، إنه أنا عم بدافع عن حق إنسان، عن إنسان يمكن يحكموه بالغلط أنا عم بجي بدافع عنه. يعني في ناس كتير بتتبرع حتى تدافع عن إنسان من دون ما هاي الرسالة مقابل. إيه هاي الرسالة، رسالة في منهم بيتبرعوا بس مشان ياخدوا موقف سياسي. موقف وين في موقف سياسي؟ إذا أنا دفعت عن مجرم أو عن إنسان ما مظلوم بكون عم دافع عن موقف سياسي، عم بياخد عن هذه ساتيسفاكسيون بيرسونال، يعني هذا شيء امتنان ذاتي، شيء شو بيقولوا له، انه انا رغبه ذاتيه واكتفائي، يعني اكتفيت بانه بيكفيني اني دفعت عن انسان حرمت عنه الظلم او ما رفعت عنه الظلم. هذا عرفت انه رح بتكون يعني على انتخابات نقابه المحامين بعد بضعه اشهر لها، وانت مرشح على مركز نقيب للمحامين، كيف بيقدر شخص يوصل لمحل يقول انا بدي اكون مرشح؟
هل بحاجة لسيرته الذاتية هي اللي بتعطيه added value، أم موقعه السياسي ويقدر يجمع أكبر عدد ممكن من تأييد الأحزاب المحلية؟ لكن الانتخابات انتخابات، الانتخابات هي مجموعة أوراق بتجيبها الصندوق. كيف بتجيب هالأصوات؟ هاي الغاية تبعك أنت تجيب هالأصوات، طبعا بالأساليب الشريفة والكريمة، مش أنه بالطرق الاحتيالية والرشوة. هلأ إذا بقدر بجيبهم سياسيا أنه أنا موقفي السياسي الاجتماعي هو كذا، بتجيب لي بدي جيبهم. إذا بتجيبهم العلاقات الخاصة مع المحامين بدي جيبهم. إذا بدي جيبهم من المواقف تبعي النقابية والمهنية بسيرتي الذاتية بدي جيبهم. يعني كل شيء بيقدر يعني يسمح لي عوامل متعددة، عوامل أكيد عوامل متعددة، وما في عامل واحد، وخاصة بنائبة المحامين. نائبة المحامين إذا بتلاحظ النائبات كلها، يعني مثلا نائبة الأطباء أو نائبة المهندسين أو نائبة الصيادلة أو أي نائبة، بتلاقيهم خاصة اليوم، اليوم يعني من بهالزمن، يعني 10-15 سنة لهلأ، نية قبل 10 أيام أو 5 أيام اتفقت هالفريق الحزبي مع هالفريق السلمي كذا، طلعت الليحة نجحت هالليحة، أو اتفق فلان فلان سقطت الليحة. نائبة محامين لا، ما بيكفي إنه ليلة الانتخابات مين اتفق مع مين، لا، في عندك حتى الحزبيين، حزب الحزبيين يعني في فريق حزبي يمكن بيقول لك انا ملتزم باكس من من حزبيتي، بس عنده هو صداقاته، عنده لا عنده معلوماته، عنده معرفته، مش على الصداقات، عنده رايه بهالشخص اذا كان مؤهل يكون، اذا هو عم راح يكون صح لهالموقع، لانه هالموقع منه موقع نقابه المحامين، موقع الاعضاء وموقع النقيب، هيدا موقع، هيدا موقع سياسي سياسي ونقابي بامتيازيين، يعني بامتياز كل واحد منهم، يعني قد ما هو في نقابي قد ما هو سياسي، يعني يعني لانه نقابه المحامين ما حدا بيعرف انه قديش نقابه المحامين لها اهميه، لانه هي مرتبطه بالسلطات الثلاثه بلبنان، مش بلبنان، بالدوله، يعني هي بدها تساهم وتشارك مجلس النواب باعداد القوانين، وضع القوانين، لانه يعني اذا ما في محامين، وهون يمكن اوقات نائبه المحامين بتغيب الدوله، او مجلس النواب بيغيب نائبه المحامين، ولهالسبب طالع بيطلع قوانين اوقات، مثلا خد قانون الانتخابات، قانون مش الانتخابات، قانون الايجارات يلي طلع مؤخرا تعديلات عليه، وكان تعديلات على القانون، وبعد حتى بالتعديلات اللي بعده منه هالقانون العادل، انا برايي منه قانون ايجارات منه قادر، وبعد في صعوبه التطبيق له. فلو في محامين كانوا او مجلس نقابي شارك فعليا بوضع هالمشروع ما كان وصلنا لهون، لكن في مشاركه بمجلس، في مشاركه بالمراقبة تنفيذ القوانين، يعني مجلس وزراء بالدولة، إذا في خلل النقابة لازم يكون عندها الدور الفعال، وان في خلل تحط اسمها وبتحط بتعمل اللي لازم تعمله حتى يكون تنفيذ القوانين تكون والإدارات الرسمية، والدور الأساسي والأهم هو السلطة القضائية، المشاركة الفعلية مع القاضي. ما في قضاء وما في عدالة إذا ما كانوا هو جسمين، جسم نقابة المحامين وجسم مجلس القضاء الأعلى متفاهمين حتى تطلع، لأنه القاضي النتيجة معه هالقانون وقاعد قدامه حاطه قدامه وبيعطوه المعطيات، إذا المحامي ما إجا وعى القاضي على أمور بيجهلها القاضي، بيجهلها مش معنى لانه ما عنده مش عم يتواصل مع الخصوم مباشره، اذا ما هالمحامي هذا ما بيقدر يوصل القاضي الى وضع يعني وضع قرارات عادله او اطلاق الحكم بشكل عادل اطلاق بشكل عام وعلى كل المرشحين، وياخذوا الخيارات وفقا لاخلاقيتهم وضميرهم ومعرفتهم بهالمحامي. مشاهدينا حلقتنا لليوم انتهت، على أمل أنه نلتقي الأسبوع المقبل بنفس الوقت، خليكم معنا.